أعزائي المشاهدين، عدنا مع حضراتكم مرة أخرى في فقرة أو أولى فقرات برنامج يسعد صباحك. في الأيام الأخيرة اختتم المونديال، مونديال الإذاعة والتلفزيون العربي، وكان تحت لواء وطن واحد وإعلام واحد. هذا المهرجان أو هذا المونديال يعني ضم مجموعة كبيرة من المبدعين العرب، ومن ضمن فعاليات هذا المونديال كان في جزء خاص بالشعر، بيحضروا مجموعه من الشعراء من مصر. اهدى شعر الاستاذه مها من لبنان، من طرابلس لبنان. الاستاذه مها السحمراني، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. وبيسعدنا يكون معانا من مصر الشاعره المصريه الاستاذه همت مصطفى، اهلا وسهلا بيكي. عايزين بدايه استاذه مها، يعني اهلا بيكي في مصر. شكرا، ميرسي. وعايز اعرف يعني مشاركتكم في المونديال كانت ازاي هذا العام. اولا انا بدي اقدم تحيه من خلال منبركم الرائع. بدي أقول لها صباح الخير يا مصر، يسعد صباحك يا أم العرب، يسعد صباحك يا لبنان، يسعد صباح كل العرب، يا ربي دايما يكون صباحهم خير. صباح الخير عليك. أنا يعني ما بعرف، كان شعور فظيع بالنسبة لي، يعني حققنا حلم كبير بظل هالظروف القاهرة اللي كانت يعني مسيطرة من لبنان حتى مصر حتى كل الدول العربية، فالحمد لله كان ناجح ورائع. يعني ايه علاقه المونديال الاذاعه والتلفزيون بفعالياته المختلفه اللي بتشمل دراما ومسلسلات جو درامي في الاساس بالشعر؟ اولا مونديال الاذاعه والتلفزيون قام به مدينه الانتاج الاعلامي. المونديال كان بيضم حوالي 18 دوله، خاص طبعا تكريم وجوائز للمسلسلات على مستوى الوطن العربي، السودان وفلسطين والعراق ومصر. بالنسبه بقى للشعر، نحن شعبه المبدعين العرب. شعبه المبدعين العرب فيها حوالي 33 امانه. ال 33 امانه ليس فقط شعر، اخراج، تمثيل، غناء، شعر عمودي، نثر. بالنسبه للشعر كانت فعالياتنا كانت مش بس فعاليات شعريه، ده كانت فعاليات ثقافيه ايضا. ثقافيه كان في مثلا على سبيل المثال كان في فعاليات القنوات الاقليميه و التنمية، كانت بتهتم جامعة القنوات الإقليمية الموجودة في مصر جميعها، وكان اهتمام بحال هذه القنوات ووضعهم. ما الأخذ في الاعتبار أن في الشعبة مجموعة من الإعلاميين الموجودين في القنوات الإقليمية. بالنسبة للشعر طبعا كان هناك أمسية شعرية، هذه الأمسية كانت في ظل الحصار الغير طبيعي الذي كنا لا نتخيل أنه يكون في حضور بالشكل اللي احنا شاهدناه. فكان هناك مجموعة من الشعراء أحيوا أمسية جميلة بأرق كلمات. كل الفكرة من هذا المونديال أن نثبت أن مصر ما زالت موجودة وما زالت قادمة. الأحداث الأخيرة اللي حصلت في الوطن العربي عموما يعني أثارت الاهتمامات الفنية والأدبية عند قطاع كبير جدا من الناس، طبعا من ضمنهم الشعر. بالنسبة يعني ليكوا كمبدعين وشاركتوا في هذا المونديال، هل الأحداث دي أثرت على الأشعار اللي ألقيت في المونديال؟ أكيد طبعا، كان يعني كل كلامنا كان موجه للشعوب. اهدوا، افهموا رايحين فين. يعني احنا كلبنانيين عنا تجاربنا، وخاصة يعني الحرب الأهلية مدامت 35 سنة، فما بنتمنى ابدا 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 انها تنعاد باي بلد. بنقول لهم يعني، وشفت انا اكثر اخواننا المصريين وحتى العرب، يمكن انا بس كانت قصيدتي رومانسيه شويه عشان ما كنتش محضره لمصر. بس الكل كان هدفنا ان يكون عندنا يعني كلام توعيه. بالله عليكم وقفوا الحرب الاهليه. بلاش حمامات الدم، انتوا اخوان. ما كنتيش مجهزة يعني أشعار مثلا، أشعار وطنية، أشعار لا سياسية؟ لا، ما كنتش مجهزة بصراحة. أستاذة همت، يعني هل كان الطابع السياسي بيغلب على المونديال أو الأمسية الشعرية في المونديال؟ أكيد أكيد. الحالة النفسية والشعورية لمعظم الأدباء اللي كانوا موجودين والشعراء كانت حالة
قد لا أريد أن أقول حالة سوداوية، ولكن أريد أن أقول أنها حالة من القلق. ودائما ما يكون الأديب أو الشاعر وتر يرف مجردا للحدث الذي يدور حوله، فما بالك وهي مصر. فمعظم كل الشعراء، بل يعني عدد كبير جدا إلا قليل الذي حاول أن يكسر حدة الحالة اللي نعانيها، فألقى قصائد رومانسية. يعني القصائد اللي كان تم تداولها، هل كان باللغة العربية الفصحى ولا باللغة العامية؟ والله كل واحد كان حسب هو شو بيحب يقول يعني. ما كانش في شرط على القصيدة. يعني اللي كاتبه أنت وعايز تقوله تقول. الأغلب كان فصحى ولا عامية؟ لا كان فصحى. يعني القصائد باللغة العربية الفصحى يعني أصبحت يعني أو دلوقتي دايما الناس بتستسهل اللغة العامية. أستاذة همة، يعني شايفة أين تقع اللغة العربية الفصحى في موقع الشعر دلوقتي؟ ستظل وتبقى اللغة العربية الفصحى هي الأساس. مع احترامنا وكامل احترامنا للغة العامية، لأنها لغة التفاهم العامية ما بين الناس، وقد تكون سهولة العامية في أنها تصل للمتلقي بمنتهى السهولة وتستقر في قلبه وجدانه. أما باللغة العربية الفصحى قد تصل بشكل جيد، ولكن في نفس الوقت قد يجد البعض أنها فيها صعوبة في الفهم. الكلمات المستخدمة في اللغة العربية الفصحى دلوقتي، هل هي يعني كلمات صعبة ولا ممكن يعني أي حد يفهمها؟ حاليا أعتقد أن معظم الشعراء يلاقون الكلمات السهلة الممتعة. أستاذة مها، يعني لو يعني في ظل هذه الأجواء، حضرتك قلت أن في المونديال تم يعني إلقاء بعض الأشعار الرومانسية، يعني كسرنا الجو شوي، يعني وصلت هذه الأحداث الساخنة. نعم. يعني من المفترض أن الشاعر بيتفاعل مع الأحداث حواليه، ومن خلال هذا التفاعل بتظهر الإبداعات. صحيح. يعني في الوقت اللي هو الوقت دوت، كيف استثمر الشعراء العرب هذه او هذا التوقيت اللي بيمر به الوطن العربي علشان يخرج هذه الابداعات المرتبطه بهالة الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ الله عليك، سؤال رائع. اولا الاستثمار اللي استثمرناه نحن، واللي حسينا فعلا عملنا انجاز انجاز فظيع. يعني لو كان ايام عاديه وجينا كل واحد من بلده وجينا قدمنا وشفنا المونديال وكان مهرجان ناجح، يبقى عادي. بس احنا حسينا، أنا واثقة كل الناس اللي إجت من كل الدول العربية، ل 18 دولة كانوا، وبظل هالظروف 18 دولة مش قليل. طبعا. يعني وكل الناس، أنا واحدة من الناس كانوا عم يخوفوني، مصر مولعة ما تروحي، وجيت. فبقول إنجاز كبير، وقهرنا الظروف بكلامنا، رغم الحدية، رغم الألم اللي بالكل قصيدة، كان يعني كل قصيدة حاملة ألم. صحيح. كبير، إلا أنه قهرناها للظروف، ورح نقول له نحن حنضل على الساحة بإذن الله، مش لح تقهرونا، لح نقهركم. أستاذة ماس السحمراني، حضرتك يعني وإحنا موجودين في هذه اللحظات، عايزين يعني نستعيد بعض الرومانسية من خلال القصائد القياتنا. عايزين طبعاً. يعني سر المشاهدين يعني ننسيهم شوية السياسة. حاضر. نقول بعض الأبيات الشعرية الرومانسية. تفضلي. أوكي حاضر. أنا بقى عشان أنا أمين عام للشعر العامي، فهقول شعر عامي. شعر عامي. ما ينفعش أقول لك فصحى. كويس، ممتاز. شعر عامي بالعامية اللبنانية ولا العامية اللبنانية؟ لبنانية. نعم. أوكي. نعم. بس بقى. تفضل. يعني سهلة مش صعبة. مش حتى مصطلحات صعبة. تمام. حد الكل يفهمها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. هي بعنوان ضمي منك بتنسيني العذاب. شو محتاجي ع صدرك تضمني حتى الدمع من عيوني ينساب؟ يمكن بضمتك انسى عذاب سنيني، مالي بهالدنيا غيرك احباب، والباقي منهم الهم والزعل يجيني، بدي شوفك ولا تعتذر وتقلي عندك اسباب. تمتعك من شوفتي وبكلامك الحلو توسيني، وتقلي مثل العادي كلام مثل كلام الأغراب. حبيبي لازم تفهم العمر كله جنبك ما يكفيني، لأنه القلب بحبك متعذب ومنصاب.
كل ما بشعر بتعب بقول يا ريته يحس فيي. بجد يا عمري اطلع من لون الرمادي، ما بحب لون الضباب. انت عارف اني بحبك يا مسهر عيوني. يمكن الصبر نفذ وحاس، يمكن الصبر نفذ مني ومش قادره على تحمل الغياب. بحبك يا عمري كله ومحتاجي من حبك ترويني. نفسي ارتاح على صدرك يا اغلى الاحباب. لسه فاكره كلامك وانت بتواسيني، بتهمسها بإذني وبتقلي غيرك ما بدي من هالدنيا مجنونه. حبك نساني العالم واسمك صرت بشوفه بكل كتاب. حبك نساني العالم واسمك صرت بشوفه بكل كتاب. محتاجي منك ضمه، ممكن تضمني، ممكن تضمني وتخفيني عن الدنيا وتنسيني العذاب. اه تمام تمام. طب الضمني دي اللي هي الحضن مش كده؟ تمام. يعني طبعا بتختلف من العاميه المصريه للعاميه اللبنانيه. لو مصريه كانت اتقالت بشكل تاني. لا مفهوم. مفهومه، بس هي لو اتقالت بالعاميه المصريه هتبقى تتقال بشكل تاني مش كده؟ انا عايز بالنسبه لل يعني هل الشعر هل هو احتراف ام تجربه؟ تجربه طبعا. ولم يعني انا بقول لغايه ما اموت ابقى هاويه، ولن اكتب على نفسي شاعره ولن اقول عن نفسي شاعره. هاويه ويعني وانا بالبدء صحفيه. صحفيه في الاساس. استاذه همت، رايك الشعر هل هو يعني تجربه ام احتراف؟ وهل الشاعر المحترف يعني ابداعاته تطلع بنفس القوه بتاعه الشعر اللي بيمر بتجربه معينه؟ الشعر في المقام الاول تجربه شعريه في المقام الاول، وقد تخرج بعد ذلك الى حاله انك توصل لمرحله الاحتراف، احتراف الكتابه. وفي حاله احترافك للكتابه بتوصل لمرحله ان اوزانك مظبوطه، كلماتك مظبوطه. يبقى هناك الشعر الوجدانيه، الشعر الوجدانيه التي تستقر في القلب. هنا تختلف الصوره، يكون امامك اللوحه كامله، ولكن هذه اللوحه ينقصها التاتش الوجداني المحيي القصيد. حضرتك الشعر اللي حضرتك بتكتبيه يعني بناء على تجارب ولا بناء على الناحيه الاحترافيه بتغلب على كتاب الشعر؟ تبدا في المقام الاول تجربه. 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 ثم بعد ذلك يمكن ابدا ان تقول الان اريد ان اكتب قصيده. استحالة. ولكن هي حالة شعورية انفعالية أجدها عندك، عندها عندي أنفعل بها. لو طلبت من حضرتك يعني بعض الأبيات كده هو تمثل عن قوة تجربة حضرتك مريتي بيها، حبيتي أنت تعبري عنها من خلال الشعر. هناك تجربة ممكن تكون ذاتية وهناك تجربة نمر بها جميعا. تمام. فلو قلنا تجربة ذاتية فأقول لك قطع يعني قد تكون حوار نفس وأخرى نمر بها جميعا، فهو شيء بسيط. أوكي فضل. أصبحت أشاكس الكلمات، كل الكلمات تعاتبني، فأخبئ حرفي في كفي وأتحمل صمتا يقتلني. أتسول حينا في نبضي، يتضاءل في الألم صوتي. أسمع أفكارا وسط الليل تغرس في القمر خوفي، فينفصل نفسي عن نفسي ويضيع الحلم على أرضي. جميل. حوار. في حاجة يعني وطنية مثلا في ظل لو قلنا وطنية نسرية. تفضل. أنا هو أنت، أنا هو أنت، لنلملم الكيان. إنسان حر، صديق قديم، أخ قريب، جار حبيب، وذكرى صور نبضها حية. لنسلك معا دربا واحدا، متحدين مختلفين ممتزجين، يجمعنا مظلة سماء وبساطة حرية. هل أنا أنت؟ هل أنا أنت أخرى وأنت أنا أخرى؟ أين الطريق؟ وأنا هو
أنت لن نكن أبدا مرثية. ألم يكن كافيا، ألم يكن كافيا أن نكون معا لنكون نحن؟ كان ينقصنا العدل لنرى حاضرنا يرفع رأسه أبيا. ألم يكن كافيا رفيق الدرب كلمة في وجه مطامعنا الغبية، وبسمة دفء عذرا وبسمة دفء في شتاء بارد نرقب مطره سويا. ألم يكن كافيا فرحة اقتسمنا عيدها لنكون معا لنكون نحن كيانا مصريا. يا أنت، يا أنت قد سرق الأمس ظهرتنا الصباحية، وأنت وأنا كلانا آيتين احتضنت مدرعة حربية. فلنذهب معا، أنا أنت هو في طريق واحد، إنسان حر صديق قديم أخ قريب جار حبيب وأغنية وطنية. أشكرك، شكراً شكراً أستاذة همة مصطفى، أشكركم على فقرتنا الجميلة دي على الصبح اللي بعدتنا شوية عن السياسة ورجعتنا للشعر شوية، شعر فصحى للأستاذة همة مصطفى وشعر عمي لبناني للأستاذة مها السحمراني. يعني إقامة سعيدة في مصر إن شاء الله، ونتمنى أن تكون الرحلة يعني جابت نتيجة كويسة جداً. استمتعتوا بإقامتكم في مصر نهوت، واستمتعتوا أيضاً بفعاليات المونديال بتاع الإذاعة والتلفزيون. أشكرك للأستاذة مها السحمراني، شكراً أستاذة همة مصطفى. أعزائي المشاهدين، بنرجع مع حضراتكم بعد فاصل قصير للفقرة التالية مع زميلتي سارة، وهنشوف معها فقرة سياسية نرجع فيها للأحداث السياسية اللي احنا عايشينها دلوقتي. حذر خبراء في مجال حماية